الظهير الأيسر لفريق سيراميكا. هل يستطيع محمود عبده في الدقيقة رقم 25 من الشوط الثاني أن يضع أول الأهداف؟ أدي الكرة واضحة تماما، وراية المساعد واضحة تماما، لأن هو الأقرب للكرة، هو اللي شايف، وهم رابطين مع بعض صباحي والمساعد والمساعدين سيد نافع وليد الشيخ. لو في حاجة أنا مش شايفها ارفعولي. بالفعل رفع له المرة دي وليد الشيخ، وركلة جزاء بناء على طلب المساعد في لقطة فيها تعاون ممتاز ما بين الحكم والمساعد الثاني. وضرب الجزاء، هل الهدف الأول؟ عبده على التنفيذ، فرصة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حطها ايه بشكل جميل، وحلاوة ايه في الهدف الأول، وجمال ايه في ركلة الجزاء. عشان الدقيقة رقم 26 من الشوط الثاني تشهد أول أهداف هذا اللقاء بركلة الجزاء. محمود عبده يحرز ضربة الجزاء، زي ما قلت لحضراتكم هو اللي هينفذ، الظهير الأيسر. بص راح ازاي، بص الهدوء ازاي، قعد الراجل على الأرض وحطها على شماله بمنتهى الهدوء والتمكن عشان يجعل